مش غالية مثل رمضان الأولاني، بس مسألة اللحوم هي الغالية. بسمع كيلو اللحمة واصل يعني على الإذاعة، أنا مش أنا اللي اشتريته، والله ما قدمت عز اللحمة. قال كيلو اللحمة بيصل 100 شيكل. شهر رمضان أغلى شهر في كل السنة يعني. الأسعار بتطلع مرة واحدة، ليش مش عارفين؟ في الشهر اللي قبله بتكون واطية، وفي شهر رمضان بتطلع مرة واحدة. المواطن بتفاجأ في رمضان، خاصة شهر رمضان بتفاجأ في الأسعار، كان اللحمة ولا الخضرة ولا أي شغلات. يعني الدجاج يعني وضعه متوازن الساعة لحد الآن 10 و9 وهيك بتبيعوا فيه، بس اللحمة اللي ارتفعت لحد 115 بقول عنها. كيلو البندورة بيكبر قبل رمضان ب3، بصير ب7 في رمضان. خضار والفواكه الأشياء زي هيك كنا نشتريها بأسعار يعني بسيطة، هسه مع رمضان يعني غيرت الأسعار، يعني صاروا يغلوا، مثلا اللي بيبيعوه ب5 صاروا يبيعوا لنا إياه ب8. هي بس اللحمة الغالية، اللحمة ولا المواد الثانية سعر عادي زي الأيام العادية. والله الأسعار يعني ما شاء الله التجار بيستنوا في هذا الشهر، ليش يعني أسعار خيالية، إشي مش طبيعي. رمضان التجار بحذروا حالهم وكل رمضان، والأسعار الباقي ب5 صارت ب10 وب12، يعني كيلو البتنجان البتيري باقي أبو الخمسة صار حين ب14، ب8 ما بيعش ب8 إلا ب14. بالنسبة للحوم صارت 12 و13. هون في 3 محلات لحمة، واحد بيبيع مثلا الكيلو ب25، الثاني بيبيعه ب30، الثالث بيبيعه ب40، إنه لو في رقابة على هذا الإشي كان ما صار هيك. ب100 الكيلو وب90، حرام الواحد ياخذ اللحمة، بس بيضطر ياخذ دجاج. وبندورة 14 منيح مقبول، يعني كل شيء مقبول فيه. والله أسعار غالية، خصوصا الخضرة أو المواد الغذائية أو الرز كله مرتفع، الأسعار كثير غالية. كل الناس على الأكل على الأكل وعلى الطبيخ وعلى الأكل على الطبيخ، فمبين التاجر فيش رقابة، مبين السلطة يعني فيش عندها رقابة على المواضيع هاي. المفروض أنه كان يعني مثلا عندنا مثلا كيلو اللحمة الخروف 75، اليوم 100، يعني معتدلة، بس اللحوم شوي غالية. يعني اللحوم بالذات اللي اسعارها زال فاقت ال 100 شيكل وال 95 شيكل. عادي مرات غالية حسب الوضع، يعني مش هذاك يعني الفرقية ان في تخفيضات او في شيء. لا شريت دجاج وشريت فكوس. شو كيف لاقي الاسعار؟ منيحة، بس طبعا بالنسبة للحمة الغنم هذه الغالية. يعني الفواكه اجمالا اسعارها كثير مرتفعة، يعني بيبيعوا كيلو العنب ب15 شيكل، والله جريمة. كيلو الكوسة البلدي والله العظيم 15 شيكل و12 شيكل، يعني الزبون إذا أخذها ب10 شيكل بكون يعني ممنون للبياع، كثير الأسعار غالية. وبالنسبة للحمة، اللحمة كثير كثير غالية، يعني في ناس كثير يا حرام ما بيقدروش يشتروا لحمة.